الخير واهلا وسهلا بكم في صباحكم عافية. اليوم مشوارنا الصباحي من صباحكم عافية رح نتحدث عن مرض جدا مهم يخص فئة جدا حساسة اللي هو مرض سحايا الدماغ عند الأطفال. رح نتحدث بهذا الموضوع بشكل تفصيلي أكثر مع الدكتور وسام عزيز اختصاص أطفال وعضو الجمعية الأمريكية الطبية وأيضا مدير المركز الكندي للتدريب والتطوير الطبي. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك في صباحكم عافية. عفوا دكتور، اليوم موضوع جدا حساس اللي هو السحايا عند الأطفال والأعراض المختلفة لهذا المرض. مشاهدين خلينا ننتقل وياكم إلى محور حلقتنا الطبي لهذا اليوم، الضيق والتهيج وخاصة عند حمل الطفل، النعاس الغير طبيعي أي الخمول، التغذية السيئة وارتفاع وانخفاض شديد في درجة حرارة الجسم. أغلب هذه الأعراض هي مشابهة للعديد من الأمراض الأخرى، لكن شنو خطورتها إذا ارتبطت بسحايا الدماغ عند الأطفال؟ إذن خلينا نتحدث بشكل تفصيلي أكثر معك دكتور وسام عبد العزيز. وسام عزيز اختصاص أطفال، أهلا وسهلا بك مرة ثانية. دكتور بالبداية خلينا نعرف يعني شنو سحايا الدماغ عند الأطفال؟ السحايا هو بالحقيقة هو التهاب يصيب السحايا، طبعا الدماغ بصورة عامة يكون محاط بأغشية، هاي الأغشية نسميها الأغشية السحائية، عادة هي ثلاث طبقات. إذا صار التهاب هاي الطبقات راح يؤدي إلى التهاب المنطقة اللي تحيط بالدماغ، وهنا تزيد الخطورة أنه هذا الالتهاب قد ينتقل إلى الدماغ نفسه وبالتالي صار عندنا التهاب بالدماغ ومضاعفاتها تكون خطيرة. طبعا السحايا بحد ذاتها هي خطيرة ولازم نعالجها بأسرع وقت ممكن، وإلا راح نفقد الطفل أو نفقد الشخص اللي مصاب بها. طيب دكتور وسام، هنا شنو سبب الإصابة بالسحايا عند الأطفال؟ والله هي أكثر الإصابات سواء كانت عند الأطفال أو البالغين هي أما تكون التهابات فيروسية أو قد تكون التهابات بكتيرية، أو قد مرات بعض الأشخاص اللي عندهم المناعة قليلة قد يصابون أيضا بنوع من الفانجل، يعني الفطريات. الفطريات عموما تصيب المنطقه وتسوي الالتهابات. اكو انواع اخرى نتيجه بعض الامراض اللي احنا نسميها الاوتوميون، بس هاي تكون قليله. غالبيتها هي التهاب بكتيريا او مايكروبي. طيب دكتور شنو الاعمار اللي ينصاب بالسحايا؟ من يا عمر اليا عمر؟ والله تبدي من اليوم الاول للحياه. وتستمر الى اخر يوم بالحياه ايضا. يعني حتى الكبار بالسن ممكن يصير بهم؟ اكيد اكيد اكيد، بس هي طبعا مو كل خطورتها شخص. خطورتها وين تكمل، عند الاطفال لو عند الكبار؟ الخطوره هي اكثر شيء عند الاطفال، وكل ما كان عمر الطفل قليل كل ما زادت الخطوره. لانه حتى الاعراض هم تختلف. وكذلك القابلية أو مناعة الطفل تكون أضعف من مناعة الإنسان البالغ عادة. فهي إحنا دائما نسميها أطراف الحياة اللي هو الطفل بعد الولادة أو كبار العمر، ذولا بالحالتين يكون أنه احتمالية الالتهاب، احتمالية الإصابة، واحتمالية أنه المضاعفات تكون أكبر. طيب دكتور وسام، اكيد احنا نريد نستثمر وجودك اكثر وحابين ننوه المشاهدين انه اي سؤال او استفسار حول موضوع سحايا الدماغ عند الاطفال تقدرون تتصلون بنا على الارقام اللي تظهر اسفل الشاشه، واكيد دكتور وسام موجود او يجاوبكم على اي سؤال او اي استفسار يدور في دماغكم. طيب دكتور، الطفل حديث الولاده شنو الاعراض اللي تظهر عليه اللي ممكن تحسس الوالدين انه هو هذا الشخص بدايه سحايا عنده؟ طبعا هي السحايا ما تحدث مباشرة، يعني خلينا نكون واضحين انه السحايا عادة تكون هي نتيجة اصابة، يعني تكون ثانوية لاصابة اولية. هاي الاصابة الاولية عادة اما تكون مثلا الطفل يعاني من التهاب صدر، هذا الالتهاب يظل فترة من الزمن وما يتعالج، وبالتالي راح تنتقل البكتيريا الى الدم ونسميه ما نعرفه بتسمم الدم، وبعدين راح تنتقل الى الدماغ. مرات في حالات اخرى لا، يعني قد يكون عند التهاب بالامعاء، اسهال مع اسهال، ولكن الاهل اهمالهم للطفل، فاحتمال يصير ايضا تسمم بالدم، وتسمم الدم ايضا راح تروح البكتيريا للدماغ. فمن وصلنا مرحله انه البكتيريا وصلت للدماغ او الالتهاب الفيروسي وصل للدماغ، هنا راح تبدي الاعراض على الطفل. طبعا تختلف الاعراض من حسب عمر الطفل، اذا كان الطفل مثلا خلينا نقول عمر المدرسه راح تشوف انه طفل اول ما يبدي ارتفاع في درجات الحراره، يصير عنده تصلب بالرقبة إنه بحيث إنه ما يقدر إنه يثني رأسه، يصير مؤلم بالنسبة له، يصير عندهم خلينا نقول مثل نوع غثيان، تشوفين إنه طفل مخنطل مثل ما نقول بالعامية، نشوف أيضا يصير عندهم يذب من رأسه، يصير عنده زواع، قلة الشهية طبعا. هذول عد خلينا نقول هيك أعمار، يعني 5-6 سنوات. تختلف عن عمر السنة عادة
او خلينا نقول الايام الاولى تشوف انه الطفل ما يرضع، ايضا ارتفاع في درجات الحراره، مرات انه يصير انخفاض في درجات الحراره، فهنا اي فاما انه مثلا ارتفاع او انخفاض في درجه الحراره هي انه احدى العلامات اللي تبين انه اكو مشكله. انعدام الشهيه، كثره النوم عند الطفل اللي يقوم نشوف فيه دائما منعس، ضعف الرضاعه مالته، مرات انه تصلب الرقبه مو كل شيء يبين بالطفل، يعني اقل من سنه مو مثل الاكبر من هيك اعمار. فهاي الامور لازم تجذب انتباهنا، بالاضافه الى وجود السورس المصدر. يعني مثلا الطفل نحن دائما نسال الام الطفل قبل كان مصاب او مثلا هل عنده كان يشكو من شيء، فتقول مثلا كان عنده التهاب ذات الرئه او التهاب في صدره او مثلا عنده اسهال صار له فتره وهسه يلا بدات تتطور الاوضاع لانه معالجته في وقتها. نعم دكتور، عندنا اتصال من صلاح الدين ادريس. يسعد صباحك ادريس. اهلا وسهلا، صباح الخير ادريس. بس نصلنا صوت التلفزيون، اسمعنا من التليفون، ومعك دكتور وسام تفضل. السلام عليكم، شلونك دكتور؟ اهلا وسهلا، يا هلا بيك دكتور. عندنا ولد عمره 14 سنه او 15 14، يشكي دائما من يهلوس بالليل المغرب من راسه، وعنده عنده شلون التهابات شنو هذا، يقولوا لنا به ضمور راسه. الصوت ما واضح ادريس، ممكن تعيد لنا السؤال مالتك؟ دكتور عندنا طفل عمره 14 سنه نعم، يشكي من ضمور براسه، ودائما تظهر بينه على خشمه وعلى عيون البلقم وهذا. نعم. ايه فضمور حيلان براسه، وتصير عنده نوع ما مرات ناس يسولف هذا، مرات تصير عنده هلوسه، تجي مرات سائل زمان بس يهلوس. نعم نعم. طبعا الله يكون بالعون اولا، لانه نعم ضمور الدماغ يعني في حاله مع الاسف ما لها علاج لحد الان. هذه تبدي عاده بعد الولاده مباشره، احنا تقول نتيجه انه الهايبوكسيا او صعوبه بالولاده، فينقطع الاكسجين عن الدماغ، يصير تلف في جزء من الدماغ، وهذا التلف يبقى الى ما لا نهايه، يعني يرافق الطفل لحد اخر يوم. طبعا نسبه الضرر ايش قد راح يتضرر تعتمد على عده عوامل، ايش قد هو عانى من مثلا كانت الولاده صعبه، ايش قد مثلا انقطع الاكسجين عن الدماغ، نسبه التلف بالدماغ. بس مثل ما تعرفين الدماغ اذا تلف بجزء لا يمكن تعويضه. طيب دكتور، ماكو اي علاج ممكن انه يخفف من الاعراض اللي دا تظهر عند هذا الطفل؟ والله هسه اكو خلينا نقول دراسات تصير على الموضوع، انه لانه كعلاج يعني انه يشفي الطفل ماكو، لانه الدم يعني الدمج او احنا نسميه نقول الضرر اللي يلحق بظل الدماغ لا يمكن تعويضه. فبالتالي يبقى الطفل يعاني، بس احنا قدر المستطاع انه نقلل الاثار الاخرى اللي تظهر على الطفل، لانه هاي انواع من الاطفال يصير عندهم مثل ما قال الاخ يصير عندهم هلوسه، يصير عندهم مرات انه طبعا الجسم ما يقدر يحرك في جزء من الجسم مثلا رجليه او ايديه، مرات يصير عندهم نوع من انواع الصراع. نعم. فكل هاي الامور تصير، فتبقى عاد انه فقط معالجات للاعراض اللي راحت، بس كعلاج رئيسي للمرض نفسه ما موجود. اكو دراسات انه نحاول العلماء انه يسوون فشي يعني خلينا نقول جيني، دراسات جينيه، بس لحد الان كلها في مرحله التجربه. ان شاء الله ان شاء الله خير. طيب دكتور وسام، اكيد انت باقي ويانا، لكن خلينا نشاهد هذا التقرير وبعدها لنا عوده. اكيد. مرض التهاب السحايا، وهو مرض التهابي يصيب الأغشية المخاطية المحيطة بالدماغ والنخاع الشوكي بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية، ويختلف سير المرض وأعراضه بحسب النوع، ويشمل التهاب السحايا الأنواع الآتية: التهاب السحايا الجرثومي، التهاب السحايا العقيم، التهاب السحايا الفيروسي. إن أكثر الناس عرضة للإصابة بالمرض هم مجموعة الأشخاص المصابون بالأمراض الآتية: التهاب الأذن الداخلية، التهاب الجيوب في الوجه، التهاب الرئتين، التهاب الشغاف، التليف الكبدي، إدمان الكحول، مرض خبيث في خلايا الدم، اضطراب عمل الجهاز المناعي، إصابة في الرأس بسبب تسرب السائل الدماغي النخاعي،
أما مضاعفات التهاب السحايا فتتمثل بفقدان السمع، الصرع، مشاكل في الذاكرة، تلف الدماغ، وأخيراً الصداع النصفي. نعم أحبتي المشاهدين، رجعنا وياكم بعد ما شاهدنا هذا التقرير حول محور حلقتنا لهذا اليوم، مرض السحايا الدماغ عند الأطفال. إذن نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام اللي تظهر أسفل الشاشة. ومعانا اتصال من رحيم من ميسان. يسعد صباحك يا رحيم، معك الدكتور. ألو، السلام عليكم، صباحكم الله بالخير. صباح النور. أهلا وسهلا، تفضل معك الدكتور وسام. نسمعك. أول شيء سلامي إليك وضيفك الكريم الشريف. اهلا وسهلا. سلامي الى قناتكم الكريمه ولا كاد قناتكم الكريمه. انا شكرا لك. من خلال المنبر هذا الشريف، اذا انا عراقي صحيح واريد من هذا المنبر، عنده مرضى ست، ويا دكتور اسمعني فدوه اروح لك، عنده مرضى اثنين، يعني ابني والمراه مرتي زوجتي. عانيت هاي يعني عده مرات الوزارات، هذاك عندي ابني عنده شلل بالدماغ، تعبت منه كلش الله شاهد، وانا حاط تجاوز عن امور تعبانه، اخذ راتب 124 وعلاج مكلف علي اثنين، وهي المرة بحاجة إلى عملية دكتور. يرحم أمك وأبوك، وأقسم عليك بهذا اليوم، اليوم اليوم وشهادة الإمام علي الهادي، وأقول على حالتي لأنه تعبت والله كلش بعد، لازم أراجع، أريد بس لهم عيشتهم سبوبة عيشة لهم، ما أريد بعد علاج ولا أريد العملية، أريد عيشة سبوبة عيشة لهم، وأنا عمكم ومن خلال هذا المنبر. نعم. الله يستر عليك دكتور، يستر على ست العزيزه. نعم رحيم، اتبعون على حافلة تعبت والله العظيم 124 وعلاج مكلف علي، اريد ان سووا تعيش عيش الاطفال الطفل هذا المريض والحجيه. نعم ان شاء الله يا رحيم، اكيد من خلال قناه العراقيه توصل مناشدتك، واكيد احنا وياك، والصحه والسلامه ان شاء الله لابنك ولزوجتك. اذا معنا اتصال ثاني من شفا. شفا نعم. صباح الخير عزيزتي. صباح الانوار عليك يا شفا. عزيزتي بس يا حاتي دكتور مره خلصت. اتفضلي معك دكتور يسمعك. صباح الخير دكتور. صباح النور يا لبيس. دكتور انا عندي بنيه عمرها 7 سنوات وسخنت انشمرت، بعدين ضربت في السحايا وفقدت بصرها. ولا تزال هي فاقده البصر عمرها 16 سنه، الى علاقه دكتور هذا قالوا لي اي شيء بعدي يعني ما تتعالج ولا ينفتك بصرها بعد. نعم. زين، هي يعني صار عندها التهاب سحايا بعمرها 7 سنين؟ اي فجأة هي طخنت ووقعت، ولا ما وقعت انغمى عليها 18 يوم، وبعد الاغماء فقدت بصرها. ماشي. نعم دكتور، سمعت سؤال شفا؟ سمعت. هي مشكلة انه الظاهر صار عندها مضاعفات، مضاعفات السحايا، الظاهر انه في وقتها انه ما تعالجت بشكل مبكر. قلنا احنا من اهم المضاعفات اللي تصير طبعا هي فقدان السمع اكثر شيء، اللي صار التهاب بالعصب القحفي المسؤول عن السمع. فأكو طبعا حالات اخرى لا تصيب اعصاب اخرى، فمثلا عند الاخت الظاهر انه صار مصيب العصب البصري ومسوي له فقدان. طبعا هاي بهيك حاله كان المفروض انه تراجع الطبيب المختص انه بالعيون، لانه حتى يفحص البصر ويشوف شنو العله اللي يوقف عليها. دكتور زين، اكو امل انه يرجع البصر مالتها مثل قبل؟ والله او حتى بنسبه قليله. هي يعني صار الحادث تقول بعمر 7 وهسه 15 سنه، يعني تقريبا قبل 8 سنوات. فما اعرف اذا كانت هي خلال هاي الفتره مراجعه على الطبيب مثلا حاشي لها شنو الموضوع، ليش صارت هاي المضاعفات؟ يعني هسه اعتقد انه شويه متاخر الوقت، بس مع ذلك مثل ما نقول تصل متاخرا احسن من لا تصل، فافضل انه تراجع الطبيب المختص للعيون يشيك لها يشوف شنو الموضوع، ليش دي تفقد البصر، يعني هل اكو فد شيء يعني بالعصب صاير او كذا، يعني تراجع الطبيب عليها. نعم. ما اقدر احكم اني صراحه على الوضعيه لانه لازم نفحصها. طيب اكيد دكتور، عندنا اتصال ثاني من ابو همام من السماوه. صباح الخير ابو همام. صباح النور، شلونكم عيني؟ مشكور على البرنامج هذا. اهلا وسهلا بك ابو همام. ابو همام الدكتور يسمعك اذا عندك اي سؤال. اي والله عندي مريض. صباح الخير دكتور. صباح النور. عندي ابني عمره تقريبا 16 سنه. نعم. هذا من سن 6 سنوات قام يتعثر برجلي ودي قام عن العشيان. وتعبت من الدكاتره كلها راجعته قالوا له تشخيصه هذا
شو اسمه التهاب العصب الرئيسي، يعني اكثر شيء يقولوا له عامل وراثي. احنا ما عندنا بالعائله هيجي، بس دكتور مثل اكو مثل العلاج، ما العلاج هذا التهاب العصب الرئيسي، وانا تعبت والله من الدكاتره حتى الايران وديت. نعم دكتور جاوبه يعني، واذا اجي سؤال ثاني عند ابو همام اكيد يقدر يتفضل يسالك يا. قل لي ابو همام شنو قالوا لك، شنو التهاب العصب الرئيسي؟ ما فهمت عليك يعني. يقول لي هو اسوي تحقيق عصب، الى اخر تحقيق عصب سويته بالدكتور صفاء الشمري بالحارثية. نعم. يقول لي هذا هو التهاب العصب الرئيسي، هو يؤدي لهذا، يقول ان هذا ممكن اخر شيء يقول ان يقعد، فانت من خايف من هاي الشغله. هسه تقريبا حالته من 6 سنوات، بس عمره 16 سنه، نفس الحاله، ما ساءت حالته يعني نفس الحاله، بس علاج ما بس فيتامينات ومقويات يعطوني. يعني هي بدت الاعراض تظهر عليه من عمر 6 سنوات؟ من عمر 6 سنوات، بالنسبه لطفولته ما في اي شيء، يعني صحته زينه ويتحرك براحته، بس بعدين ورا 6 سنوات اجت شويه يتعثر بالمشي ويدي رفشان. هسه بالدراسه، حتى بالدراسه هو زين، يعني وضعه زين بالدراسه. زين. قول لي من ينهض من يعني من وضعيه الجلوس، يقدر ينهض ولازم يستعين بمساند يلا يقدر يوقف؟ لا لا يقدر يوقف، بس هو ينتش على ايدي ويقوم عادي يعني ويمشي، بس هو شنو يتعثر وايد. نعم. ايوه قالوا لك هذا مرض وراثي مو؟ يقولوا لي مرض وراثي، انا صحيح زوجتي بنت عمي، بس انا ما عندنا هيك بالعائله، ويعني حتى ما سولفوا لي. هو باوع، هو هذا مو مرض وراثي، خلينا نقول لك اياها حتى تكون بالصوره. هاي مرات يصير اكو طفرات بالكروموسومات، يعني تعرف انت شلون جسم الانسان او الخليه بها كروموسومات، كل كروموسوم هو مسؤول عن تكوين ماده معينه او بروتين معين داخل الجسم. زين دكتور، سبحان الله انه في بعض الاشخاص يعني يصير اكو طفرات، فهاي الطفره تغير البروتين اللي هو مسؤول عن هذا الشغله، فبيجي حاله شو يصير؟ انه تظهر الاعراض بعمر 5 سنوات، تبدي انه يصير عنده ضعف بالعضلات، خاصه العضلات مال الساقين، وطبعا هاي يعني بمرور الزمن هي تبدي تزداد تدريجيا بس بشكل بطيء. بس هو شنو الصعوبه؟ صعوبه يصير بالمشي، صعوبه انه ما يقدر يوقف لوحده بدون مسند، تشوف انه مثلا المشي مالته يعني مو زين، او مثلا يتعثر ويوقع. بس هي يعني مع الاسف هي هاي الشغلات، الطفرات وهاي الامور لحد الان العلم ما وصل لفد نتيجه وياها. نفس الحكي هذا دكتور، هم حكوا لي بدون ما اقاطعك دكتور، لانهم مخوفين يقولون هسه نمو عنده وما ولو طورت عليك، انا نمو عنده وما زين حالته مستقره، بس اذا اوقف النمو عنده احتمال يتعرض يقعد، احتمال هاي، انا خايف من هاي. ليش تنصحني دكتور مثلا امشي اراجع شيء مثلا مكان؟ والله مثل ما قلت لك، هي مشكله هذا هاي الامراض، وحتى الاتصال اللي قبله، يعني هاي الامراض ما لها علاج، بس تبقى نقدر نسوي مثلا علاج طبيعي، بس مجرد حتى نحاول نقوي العضلات، بس العلاج يعني انه يشفى من عند المرض ما موجود مع الاسف. الله موجود، الله موجود ان شاء الله. دكتور مشكورين، ان شاء الله سلامه ان شاء الله ابو همام. الله يسلمك، الله يسلمك، شكرا. اهلا وسهلا بك. اذا اتصال اخر من ابو محمد من بغداد، أو محمد قاسم من بغداد. نعم. صباح الخير محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. رحم الله والديك. أنا بدون زعم عليك عندي سؤال للطبيب. اتفضل الطبيب يسمعك دكتور. أشكر. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور بدون زعم عليك، عندي أخوي قبل كم يوم صار عنده حادث. نعم. فالحمد لله إحنا حاليا بالمستشفى راقدين، سوينا العملية، صار عنده فطر بالرأس، سوينا العملية والعملية نجحت الحمد لله وشكر، ووعى وقعد الحمد لله وشكر، ما عندي اي اشكال، بس عندي شغله قالوا لي من تطلع يلا تقدر تروح تراجع بين طبيب عيون، عندي وحده من عيونه ما بها شيء، بس الجفن ما يفتح، بس هو السؤال اللي يعني الاخرى مفتحه، وهاي ما يقدر يرفع الجفن مالتها، صار بها ضربه وشالوا الخياط مالها، يعني طاب الجرح مالتها فوق بالجفن. نعم. فبقيت انا خايف، انا هسه حاليا بالمستشفى، قلت خل شفت البرنامج مالكم وقلت خل اسال الطبيب. ايش قد عمره هو؟ عمره 21. شوف عمري. نعم. هاي مرات انه نتيجه الحادث، طبعا الحمد لله على سلامته اولا. الله يسلمك والله. نتيجه الحادث مرات انه تصير اصابات لبعض الاعصاب، خاصه مثلا انت تقول انه صار عنده كسر بالجمجمه وكذا. نعم صار عنده كسر. نعم، فنتيجه الاصابه بالعصب، فالعصب اللي مسؤول تعرف انت اكو اعصاب مسؤوله هي عن حركه الاجفان. فالظاهر انه هذا العصب اما مثلا صار عليه ضغط نتيجه الضربه، فهذا احتمال بمرور الزمن انه يرجع يطيب،
بس انا انصحك انه يعني هو طبيب الاعصاب لانه هو شغلته هاي اختصاصه انه يفحصه لان هذا هيك وضع يراد له فحص يراد له متابعه وان شاء الله خير يعني ان شاء الله ان شاء الله دكتور يعني طبيب الاعصاب افضل العفو طبيب الاعصاب افضل اوديه لطبيب العيون لا هو هذا شغلة اعصاب فهو اذا ابو الاعصاب قال لك يحتاج عيون ذاك الوقت عيون بس انت احنا ما نتعامل ويا النظر لان انت تقول النظر مالته هسه ما بيشي تقول لي حصوفه فحصوه كل شيء ما بي الحمد لله اي لا النظر ما بيشي ما يحتاج عيون يحتاج هسه ابو اعصاب فقط انه يشيك الاعصاب القحفيه لا اكثر ولا اقل رحم الله والديك دكتور انا اشكرك جدا شكرا لك يا محمد وصحه وعافيه ان شاء الله نرجع وياك دكتور وسام حول مرض السحايا عند الاطفال دكتور شنو الفرق بين السحايا الجرثومي والبكتيريا السحايا قصدك الفيروسيه او البكتيريا السحايا البكتيريا طبعا تكون اكثر حده بالنسبه للاصابه درجه الحراره تكون اعلى مضاعفات بها تكون همين اكثر مضاعفاتها انه قد تسوي مثل ما حكينا انه قد تسوي مرات الصرع قد تسوي مرات فقدان السمع قد تسوي احنا بنسميها يعني ضعف بال خلينا نقول انه ما يقدر يمشي بصوره صحيحه او ضعف بالعضلات الـ 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 الالتهاب الفيروسي اكثر نوع هو اللي يصيب السحايا هو الهربس سيمبلكس فيروس هذا الفيروس طبعا اكو عندنا نوعين من عنده النوع الاول والنوع الثاني خطوره هذا الفيروس انه اذا انصاب طبعا المده الزمنيه خلينا نقول اللي يظهر بها الفيروس الطول تقريبا اسبوع تبدا الاعراض تطلع كاعراض عامه ما نقدر نشخص نقول هذا فيروسي او هذا الشخص بكتيري نحتاج احنا نسوي تحاليل وخاصه انه نسحب من ظهر المريض السائل النخاعي وندزه للفحص وهناك بالفحص راح يقولون لنا شنو مضاعفات الهربس سيمبلكس فيروس انه له قابليه انه بسرعه يصيب الدماغ يعني يسوي التهاب الدماغ انكيفالايتس فبهيك حاله المريض يبدا يشوف انه ينشمر يصير عنده شمره او مثل ما نقول صار عنده نوبه صرع لذلك انه يعتبر انه البكتيريا اخطر من الفيروسي والله هم اثنيناتهم خطرين اذا ما عالجتيهم طيب دكتوره اكيد عندنا اتصال من ديالا رعد يسعد صباحك يا رعد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شلونك يا دكتور يا اهلا وسهلا عند دكتور عندي ابني ندعم السيارة فانكسرت ايده نعم ورمها جسدك الله يعافيك ويسلمك يبارك فيك يعني دكتور فتشبست ايده وورا ما فتحت الشبس من ايده تقريبا 45 يوم طلع عنده قطع بالاعصاب عنده شنو؟ قطع بالاعصاب نعم يعني دكتور فهمت اراجع دكاتره بعدين دكتور حاولني على التحفيز الكهربائي نعم ايش قال له لك؟ التحفيز الكهربائي عفوا دكتور ايش قال له لك بالتخطيط الكهربائي؟ التحفيز الكهربائي استمرت عليه تقريبا صار الشهر السادس نعم فصارت عنده حركه بس باصابع اذا بس اصبعين بينحدث ما يشتغلن نعم اي دكتور فالدكتور يقول لي استمر على العلاج الطبيعي زين دكتور يعني فيها نتيجه ظل يعني تعرف الحاله الماديه يعني ايش قد صار له هو من صار الحادث؟ صار تقريبا راح يصير سنه يعني وتشوف اكو تحسن؟ تحسن صار بس عنده ثلاث اصابع يتحركن فشف ايده يعني شف ايده ما يشتغل ايده ما يقدر يحركها ما يقدر يشيل بها اي شيء لا يعني قصدي انه من الحادث لحد اليوم اكو تحسن على الكف اليد يعني حركات الايد يقدر يحرك الاصابع يعني اكو تغير له نفس الشيء العفو دكتور على التحفيز الكهربائي يكون عنده بس ثلاث اصابع هسه دا يشتغلن يعني زين اي فايده كلها ما تشتغل بس ثلاث اصابع يشتغلن عندي نعم يعني طبعا دكتور. طبعا الحمد لله على السلامه اهم شيء بالنسبه للموضوع انه القطع بالاعصاب احنا نسميها اعصاب الطرفيه هي طبعا احسن بهوايه من القطع اللي يصير مثلا لا سمح الله بالاعصاب المحوريه الرئيسيه اللي هي بالظهر يعني بالحبل الشوكي او بالدماغ لانه الاطراف الاعصاب الطرفيه انها لها قابليه تجدد لها قابليه ان ترجع تنمو بس طبعا سرعه النمو مالتها كلش بطيء فعادة المريض يعني يحتاج وقت طويل يلا يشوفك وتحسن بالموضوع
قد هذا الموضوع يطول يعني 6 أشهر إلى سنة إلى عدة سنوات. طبعا العلاج الطبيعي جدا مهم وجدا يساعد، بس أنت ما راح تتوقع أنه هو مو مثل خلينا نقول يعني التهاب فيروسي أو التهاب بكتيري تأخذ له حباية وراء أسبوع تصير زين، ماكو هيك شيء. يعني هاي إن شاء الله طول طول ويراد لها صبر وقدرة تحمل، وأهم من هاي كله أنه نفسية الطفل لازم تكون يعني متقبل، يعني متقبل الموضوع وأنه عنده إرادة قوية حتى يقدر يكمل، لأنه العلاج الطبيعي ترى متعب، يعني متعب متعب. يعني حتى يمكن وقت أنا أشوف أنه هواي سووا أفلام على هاي الحالات، أنه شخص ينصاب بسيارة ويفقد القابلية على المشي ويظل يشوف إلى نهاية الفيلم، يلا تشوف أكو فتحسن بسيط، أكو إرادة، بس هو أكو إرادة وأكو أمل. يعني هاي هاي من الأمور اللي بيها أمل أنه يرجع، يعني يرجع الحركة ترجع له إن شاء الله الشفاء. إن شاء الله دكتور. يا أهلا وسهلا بك. إذا معنا اتصال آخر من البصرة. ألو صباح الخير. أنا من بغداد. صباح النور. ألو صباح الخير. اهلا وسهلا، محمد من بغداد. تحياتنا للدكتور. اهلا وسهلا بك محمد، الدكتور يسمعك تفضل. دكتور بلا زحمه، سؤالي يصير صداع نصفي من جهه اليسار، يعني يجيني كل فتره ويروح، يجيني كل فتره ويروح. ودكتور بحس عيني اليسرى تنشرع من مكان زين، راجعت دكاتره هواي، عمود اذني، عمود اخذت مفراس، ما كله نظيف، كل شيء ما فيه. ما اعرف عن هاي الحاله كل فتره تجيني. دكتور المشكله صارت عندي قبل سنتين. شنو صار قبل سنتين؟ نعم العفو. ايه قبل سنتين شنو صار؟ صار الجو بارد حيل وانا خارج البيت. فملابس يعني كلوا براسي فتأذيت من ذاك اليوم. زين. أيني محمد، الأعراض اللي تقدر تحكيها والصداع النصفي هذا احنا نسميه المايجرين. هذا طبعا ممكن يصاب به الشخص بأي عمر، ماكو فد عمر محدد، عادة أكثر هو فترة خلينا نقول الشباب. أنت أهم شيء لازم تعرف شنو أكو شغلات احنا نسميها التريجرز، يعني شغلات اللي هي التهيجة الزايدة. أكو قسم من الناس مثلا نتيجة الضغط النفسي زين يصير عندهم هذا الصداع النصفي يجي، اكو مرات نتيجه انه اطعمه معينه يتناولوها يسوي هذا الصداع النصفي، اكو نتيجه انواع من الحساسيه يسوي هذا الصداع. فانت حاول تعرف بالبدايه انه شنو الشيء اللي زايده اللي يخلي هذا الصداع يجيك، هاي كلش مهمه زين. وبالدرجه الثانيه طبعا انه لازم اكو ادويه تاخذها حتى انه تقضي على هذا الصداع. طبعا هذا الصداع عاده يطول، هو يعني اقل من 24 ساعه، مرات يستمر عده ايام. ابو الصداع النصفي يعرف، اكو مرات احنا نسميها بعض العلامات اللي تظهر عليه، يقوم مثلا يشتم ريحه ما طيبه، يقوم مثلا يصير عنده ضعف بالنظر، يعني هاي الامور تجي قبل نص ساعه من الصداع، فيعرف ابو الصداع انه راح يبدي عنده صداع نصفي. اهم شيء انه يقعد بغرفه مظلمه، يحاول انه ما بيها صوت حتى تكون هادئه، وتاخذ العلاج. يعني لها علاج ترى، يعني لها علاج انه تاخذه من يبدي الصداع، واكو علاج تاخذه بصوره مستمره حتى تقلل عدد النوبات. فاذا تراجع اي طبيب مختص ان شاء الله يقدر يساعدك بهذا الشيء، واحنا نعم. حاضرين. اذا اتصال اخر من ام عمار من بغداد. يسعد صباحك ام عمار. هلا، صباح الخير. صباح الخير على كادر العراقيه وعلى دكتور الغالي. صباح النور. هلا بيه. هلا صباح الانوار. العفو دكتور، عندي سؤال. أنا عندي ابن عمره 24 سنة. نعم. بين عنده، يعني هو أنا ولادتي طبيعية وهو طبيعي، يعني كل شيء ما بي، بس بين عنده حالات يعني هيك نفسية من عمره 15 سنة أثناء المراهقة. نعم. يعني أنا لاحظتها وهاي، والمهم وصلت الطبيب وعلاجه، يعني بياخذ علاجه، بس هو هسه طالب جامعي يعني بهندسه، يعني بثالث مرحله. نعم. ف يعني هذا يبقى عند المرض الذهان لو يطيب، شو تقول دكتور؟ يعني اذا استمر على العلاج. عمري. هو بدا بعمره 15 سنه مو؟ اي بال 15 قام يتخيل. اي هو صار عنده دوله سكيزوفرينيا، وبالعراقي نسميها شيزوفرينيا. اي كان فلان صورني واني مثلا مشيتي عيب على مشيتي او ما ادري هيك صار عنده. هو اي هذول طبعا الهلوسه تجي انه يشوف شخص لو يسمع اصوات.
لا ما يسمع أصوات ولا هاي، بس يتهيئ له من يعني. أحد يعيب عليه أو مثل أو أشخاص يميز مثل بالمنطقة فلان يجي باوع عليه ويعيب عليه أو يكيد لي. هاي هي باي الهلوسة ثلاث أنواع. واحدة من عدها بصرية أنه يشوف شغلات هي أصلاً الحقيقة ما موجودة. النوع الثاني الصوتية، يحس أنه أحد يحكي وياه أو لا صوت لا هاي صوتية ماكو أو الثالثة أنه يحس أكو شغلات تمشي على جسمه، يقول لك مثلاً ده أحس أكو مثلاً فدود ده تمشي على جسمه وماكو شيء وتشوف يبدي مثلاً بس فهو هاي واحدة من عدها يعني يحس روحه مضطهد أو هو عنده فد ناس مثلا كيدله. طبعا هو هذا العمر المثالي بالنسبه للشباب، العمر المثالي هو 15-16 سنه تظهر عندهم هاي الاعراض. بالنسبه للذكور الاناث تتاخر، هاي الاعراض تظهر بعمر 24 سنه تقريبا 25 سنه. طبعا لازم تراجعين الطبيب النفسي راح يعطيك علاج لها عاده. العلاج منطيني اولكسا يعني اولكسا. هاي صار على العلاج هو بديت اني يعني من عمر 18، بعدين كشفني لان كنت بسكوت انطيه، هسه يعني واجهته وهاي ودا انطيه صاير له تقريبا سنه. نعم. وزين زين هو عاده احنا نعطي العلاج لمده بين السنه الى السنتين، بعدين نسوي نقطع العلاج عنه. طبعا هاي لازم يكون بإشراف الطبيب، مو تيب كيف تقطعين يعني. لا 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 ان شاء الله ان شاء الله يقطع العلاج ونحطه تحت المراقبه. اذا رجعت الاعراض مره ثانيه نرجع مره اخرى نعطي كورس ثاني من العلاج ونشوف هم من بعد 3 سنوات 4 سنوات علاج هم من نقطع. يعني يطول يطيب يعني هم اكو امل يطيب. هو هذا يعني اذا وصلت يعني والله انا اذا يعني حتى آية من الجمال هم، بس يعني شو اسوي القدر. الله يحفظ لك اياه ان شاء الله. الله يسلمك. يعني ماكو هو انا نعم. هذا جوابي على سؤالك انه احنا شو نسوي؟ انه نعطي العلاج للمريض. العلاج عاده يطول، طبعا مو شهر او شهرين، عاده نعطيه سنه 9 شهور الى سنه، ومرات نزيدها الى سنتين. ونعطي نقطع العلاج عنه ونشوف الوضع مال المريض. اذا الوضع مال المريض يعني ما جت اي نوبه خلال السنوات الباقيه معناته خلص نوبة وراحت. إذا رجع مرة ثانية نرجع نعطيه كورس ثاني، بس هالمرة الكورس نعطيه فترة أطول. إذا المرة الأولى أعطيناه سنة، هالمرة نعطيه سنتين ثلاثة وهم نقطع ونشوف وضعية المريض. إذا رجعت مرة أخرى إذا هذا لازم ياخذ طول الحياة. الله شاكر. الأمل كل أسبوع عكس يعني، هو ما دام على يعني ما صار عنده أي نوبة فإن شاء الله خير يعني. إن شاء الله إن شاء الله. شاكر لطفك دكتور. يا أهلا وسهلا بك. شكرا لك أم عمار. دكتور خلينا نرجع على سحايا الدماغ عند الأطفال. سحايا الدماغ عند الأطفال هو مرض معدي لو لا؟ أكيد مرض معدي. وأكو نوع خاص النوع يصاب البكتيريا النيسيريا احنا نسميها. هاي تصيب ذولا اللي يروحون مناطق مزدحمة عادة، خلينا نقول الشباب مرحلة 16-17 سنة اللي يروحون مثلا تجمعات بها كثير من الشباب، مثلا اللي بالجيش، مثلا اللي يروحون للحج. فذولا دائما احنا نعطيهم لقاح ضد هاي البكتيريا في سبيل انه ليصير عندهم التهاب السحايا. هذا النوع يراد العزل اصلا، يعني من ينصاب حتى احنا عندنا بالمستشفيات لازم نحطه بغرفه عزل اذا ثبت انه بهذا بالنيسيريا. بقيه الانواع طبعا هي اكيد معديه، ولانه تعتمد على السورس. احنا مثل ما قلنا جزء هو مثلا عند التهاب بصدره، وهذا الالتهاب من الصدر هو اللي مسوي السحايا. فبهيك حاله اذا قح المريض يعني احتمال انت تصابين، بس تصابين هم بالبدايه كالتهاب يعني بالتهاب الصدر. نعم. فلذلك طبعا الواحد لازم يكون حذر. سؤال اخير باختصار، شنو النصائح اللي تقدمها للمشاهد حول هذا الموضوع او المرض؟ والله النصائح هي تعتمد على اهم شيء اهتمام بالنظافه خاصه بالاطفال حديثي ولاده. تبدي النظافه من صاله العمليات اللي صارت بها العمليه الى وانتهاء الى حين خروج الطفل. بالبيت هم لازم تنتبهين عليه. اذا صارت اي التهابات لازم ما تتركيها ولا تهمليها. يعني شفتي هسه الاخت يعني قالت عندها سحايا، صار الطفل عنده عمر 7 سنوات. نعم. الظاهر تاخرت بالعلاج صارت مضاعفات انه هسه قاعد تدفع ثمنها انه فقد بصره. فمضاعفات يعني مات خطره وقد توصل للوفاه. فواحد لازم يكون انه من بدات عندك مرض، مثلا مرض التهاب صدر، مرض مثلا اسهال مع سخونه،
لا ما تنهمل لازم نعم. لازم يعني تراجعين الطبيب بأسرع وقت. نعم دكتور وسام عزيز شكرا لك ولحضورك وشكرا للمعلومات اللي انطيتنا اياها. صباحكم عافية لصباح هذا اليوم. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بعراقي. اذا احبتي المشاهدين وصلنا وياكم الى ختام مشوارنا الصباحي من صباحكم عافية، نتمنى لكم نهار سعيد والى اللقاء.